هذه الأبنية جوبر أيضا تعرضت للقصف قبل هذا النظام المجرم. قصف كافة أنواع الأسلحة تعرض له مدينة جوبر في قلب العاصمة دمشق بعد أن قام الثوار بالسيطرة على هذه المدينة داخل دمشق، قام بقصفها بكل أنواع الأسلحة. فقط لأنها أصبحت تحت سيطرة الثوار، قام النظام بقصفها كل أنواع الأسلحة. برج المعلمين سابقا، الآن هو المبنى المدمر في جوبر، مدينة جوبر داخل العاصمة دمشق. هذه إحدى أزقتها التي أصبحت خالية من السكان، وقد قام النظام بقصفها وتدميرها. لا الشجر ولا البشر سلم من هذا النظام المجرم. هذه هي البيوت وقد هجرت من أهلها وتدمرت داخل العاصمة دمشق. كل هذا الجنون الذي صبه النظام فقط لأنها أصبحت تحت سيطرة الثوار، قام بقصفها وتدميرها بشكل كامل. هذه إحدى البيوت، حتى الشجر لم يسلم من قصف هذا النظام. هذه البيوت دمرت فوق رؤوس ساكنيها. هذا هو برج المعلمين، وقام النظام بقصفه وتدميره فقط لأنه أصبح تحت سيطرة الثوار. دمار كامل لهذا المبنى. مدينة جوبر داخل العاصمة دمشق، مدينة أصبحت خاوية على عروشها بعد أن دمرت وقصفت من قبل هذا النظام المجرم. هذه بيوت المدنيين العزال الذين هجروا قصرا من بيوتهم بعد أن قام النظام بقصف بيوتهم ومحلاتهم. هذه البلدة أي مدينة أو بلدة سواء داخل العاصمة دمشق أو خارجها وفي أي محافظة، مجرد أن يقوم الثوار بالسيطرة عليها فيصب كل غضبه وحقده على هذه البلدة أو المدينة ويقوم بقصفها بكل أنواع الأسلحة.
الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. حتى وإن كانت هذه البيوت داخل العاصمة دمشق لا يستثنيها هذا النظام المجرم. هذه هي غرف نوم الأطفال الذين هجروا من بيوتهم وغرفهم بسبب قصف هذا النظام المجرم لبيوتهم. دين الجوبر قصف على هذه المدينة لم يسلم منه لا البشر ولا الشجر ولا الحجر. داخل العاصمة دمشق قصف جنوني تعرضت له هذه المدينة داخل العاصمة. مدينة جوبر داخل العاصمة دمشق التي تعرضت للقصف بكل أنواع الأسلحة لا الشجر ولا البشر ولا الحجر حتى سلم من هذا النظام ومن آلة القتل التي لدى النظام من مدفعية ثقيلة وطائرات. هذه بيوت الناس العزلة المدنيين التي دمرت نتيجة قصف النظام. هذه المباني التي أحرقت هذه المباني داخل مدينة جوبر في قلب العاصمة دمشق. هذه المباني السكنية هذا قذيفة التي تعرضت للقصف قبل هذا النظام المجرم. كان يوجد هنا بيت والآن لم يعد هناك بيت في هذا المكان نتيجة قصفه من قبل قوات النظام. هذا هو الوجه الآخر
لبرج المعلمين. هذه تعرض للقصف بكل أنواع الأسلحة من قبل هذا النظام المجرم. دمار شبه كامل في هذا البناء. الذي هو في الأصل مبنى حكومي، ولكنه بعد أن أصبح تحت سيطرة الثوار قام النظام بقصفه وتدميره. لا يهم المبنى إن كان حكوميا أم كان مدنيا أو كان لأي كان، المهم أن البناء هو تحت سيطرة الثوار أو تحت سيطرة النظام. هذه هي إحدى الأبنية. هنا إحدى الطرق المقنوصة من قبل قوات النظام. قصف بكل أنواع الأسلحة تعرضت له مدينة جوبر داخل العاصمة دمشق. لا يهم إن كانت داخل العاصمة دمشق أو خارجها، المهم أنها لم تعد تحت سيطرة النظام وأصبحت تحت سيطرة الثوار، فيقوم النظام بقصفها بشتى أنواع الأسلحة. في قلب العاصمة دمشق آثار الدمار الذي تعرضت له هذه المدينة بكل أنواع الأسلحة. هذا هو الطرف أو القسم الذي يعتبر لا زال قائما في برج المعلمين بعد أن قصفه النظام بكل أنواع الأسلحة، كما شاهدنا قبل قليل القسم المدمر منه. هذا القسم الذي لم يتعرض للكثير من الدمار رغم أنه كما تشاهدون مدمر. هذا حال الأبنية، حال المدينة والمدن والبلدات التي تصبح تحت سيطرة الثوار في سوريا. يقوم النظام بقصفها بكل أنواع الأسلحة حتى وإن كانت داخل العاصمة دمشق. أي بلدة ستصبح تحت سيطرة الثوار هذا سيكون مصيرها من قبل هذا النظام المجرم الذي لم يسلم منه لا البشر ولا الشجر ولا الحجر حتى. هذا هو الدمار الذي حل بهذه المدينة التي هي داخل العاصمة دمشق. دمار في كل البلد تعرضت له هذه المدينة داخل العاصمة دمشق من قبل هذا النظام المجرم. هذه محلات دمرت بشكل كامل. قصف بكل أنواع الأسلحة تعرضت له هذه المدينة من قبل هذا النظام.
مدينة جوبر التي تعرضت للقصف من قبل قوات النظام وكل أنواع الأسلحة. لم يسلم من قصف قوات النظام لا الشجر ولا الحجر ولا حتى البشر. النظام يتبع سياسة الأرض المحروقة. مجرد سيطرة الثوار على أي مدينة أو بلدة يقوم بقصفها وحرقها هذا النظام. هذه المباني وقد تعرضت للقصف والحرق أيضا. Mm-hmm.